الانتباه وزاوية حروف ونقاط مع الكاتب والصحفي النور أحمد النور، والتي عنونها هذا اليوم لا مجانية في التعليم. يبدأ النور هذه الزاوية بقوله: وجهت وزارة التربية والتعليم لطمة لشعار مجانية التعليم مع مجانية التعليم، واعترفت بأنه غير موجود ويتطلب زيادة الإنفاق. وأقرت وزيرة التربية والتعليم مشاعر الدولة بأن مجانية التعليم في الظروف الحالية أمر مستحيل، ولا توجد مجانية في التعليم. يضيف الكاتب: واقع التعليم في السودان حاليا ومؤشراته تدعو للأسى، فنسبة الأمية متصاعدة، والتسرب من المدارس يتضاعف، ووسائل الإجلاس وندرة الكتاب المدرسي وانعدام أبسط المقومات، لدرجة أن المدرسة قد يغيب حتى مبناها، فتصبح تحت ظلال الأشجار أو الخيام فصولا في بعض الولايات. يضيف الكاتب: أصبح التعليم حقلا للتجارب الفاشلة وتغيير المناهج الدراسية بلا أساس علمي، حيث يستند إلى الحفظ والتلقين ولا يشجع على التفكير والنقد والإبداع والابتكار، تكاد تكون الحكومة رفعت يدها عن. يواصل الكاتب قوله: السودان يقدم أضعف مساهمة في التعليم على مستوى الدول الإفريقية والعربية ما عدا موريتانيا والصومال، وبات ارتفاع تكاليف التعليم عبئا كبيرا على المحليات المتواضعة، يتحمل المواطن 6 أضعاف ما تنفقه الدولة على التعليم. يشرح النور مشاكل التعليم في العملية التعليمية فيقول: تضيع قضية مجانية وإلزامية التعليم بين الشد والجذب بين المحليات ووزارات التربية والتعليم في الولايات، إضافة إلى وجود فوارق شاسعة في التعليم بين المدن والأرياف بجانب تدهور البنى التحتية وتردي المناهج التعليمية وضعف تدريب المعلمين. اختتم النور هذه الزاوية بقوله: ثمة ضرورة لمراجعة ما يتصل بصياغة مفهوم حب الوطن في نفوس الطلاب وتعزيز التربية الوطنية في نفوس النشء. يبدو أن تراجع الوطنية وراء نظام المنهج المحوري والنشاط المدرسي الذي بث التربية الوطنية في كل المناهج والمحاور في الدراسة عقب تعديل السلم التعليمي.